خلينا نكتبه. اكتب لي كلمة لأوضع. لأوضع مش من صورة لأوضع، هذه عندنا في المصحف التوبة. وش معناها لأوضع؟ أي لأسرع. طيب لأوضع فهذا في المدرسة مش في الجامعة ولا المدرسة القرآنية، في المدرسة الأخرى. كي نقول لك اكتب لي كلمة لأوضع، كيف تكتبها؟ تكتب لام أليف مهموزة، الألف مهموزة، وبعدها ماذا؟ واو ضاد عين واو ألف، واضح؟ كما نطقتها لأوضع. طيب نقول لك اكتب لي كلمة لأذبحنه، تكتب لي لام أليف مهموزة همزة ذال باء حاء نون ألف هاء، في المدرسة هذا. كي نجول الآن شوف لأوضع لأذبحنه، لما نجول المصحف وش نلقوا لأوضع؟ نلقوا لام أليف مهموزة أليف أخرى واقفة، بعدها أليف أخرى واقفة، واو ضاد عين واو أليف. طبعا خلاف في المصاحف، بعض المصاحف العثمانية كتبت هكذا بالأليف الزايدة وبعضها لا. الآن كي نلقى في المصحف لام أليف مهموزة وبعدها أليف، هل هناك فرق بين المدرسة وبين المصحف ولا لا؟ كاين فرق. وشو الفرق؟ كاين حرف زيد هنا في القياس، قال لك رد بالك تزيد، ما كاين حتى مجال للزيادة. أيضا لأذبحنه، في وش من صورة لأذبحنه؟ في النمل، أو لياتيني بسلطان مبين. نعم في المدرسة كي نقول لك اكتبها كتابتها ما فيش زيادة، نجول المصحف نلقوا فيها حرف زيد بعد لام أليف المهموزة، لام أليف همزة وبعدها أليف. اي نعم، حتى بعضهم لما علل الرسم التعليل الروحي، لان الرسم العثماني يعلل التعليل اللغوي كما هو مذهب مشايخ هذا وأئمة هذا الفن كالداني وابي داود سليمان بن نجاح وغيرهم المهدى وغيرهم، وهناك من المغاربه كابن البنا المراكشي علل التعليل الروحي يعني التعليل التصوفي. وش قالك؟ قالك لاليف هذيك الزايده في المصحف هذيك راهي كي العرسه ولا كي الحيط، معناها راهو ذبحاشي سيدنا اي نعم لم يذبحه، يعني كانها يعني حيط عرسه تاع بطون حالت بينها بين الذبح وبين لا ذبحنا، ولا ما كانش، كان جدار عازل، جدار فاصل. نعم شوف في المصحف تلقى اليف زايده في الرسم تاع المدرسه القياسي لا يسمح بالزياده، ولكن في المصحف الان عندنا زياده ولا ما عندناش؟ عندنا زياده. اي نعم عندنا زياده. لذلك شوف نعطيكم حاجة أخرى، مثلا محمد ابن عبد الله في القياسي لما تذكر اسم وتذكر باه بعده وتذكر ابن الوسط لازم تحذف الأليف هذيك، ولكن في المصحف الآن عيسى ابن مريم محذوفة الأليف ولا مش محذوفة؟ مش محذوفة، موجودة. شفتوا الآن كاين فرق. الآن لماذا ندرس علم الرسم القرآني؟ لأن هناك فرقا بين الرسم القياسي والرسم المصحفي. هذا علاش احنا ندرسه في العلم هذا، باش ما نغلطوش كي نكتب الآية نكتبها صحيحة، ما نوليش معول على أنني في المدرسة أكتبها بهذه الطريقة فأخطئ. السبب في ذلك أن كتابة القرآن كما رسم سيدنا عثمان إجماع على عدم جواز المخالفة، لازم تكتب كما كتب الصحابة، ما تكتبش كما راه موجود في المدرسة. لا، واحد يجي يكتب يقول ناي والله نكتب، أنا تعلمت في المدرسة نكتب بالطريقة هذه أنا أكتب. لا يجوز، لا يجوز أن تخالف ولا أن تزيد ولا أن تنقص. لماذا؟ لأن هناك إجماع من الصحابة على المصحف العثماني رقم واحد، ثم بعد ذلك إجماع من العلماء على أنه لا يجوز مخالفة خط المصحف في ألف أو واو أو ياء كما ذكر مالك وذكر الإمام أحمد، ونقل الإجماع جماعة من العلماء. نعم هذا علاش ندرس علم رسم المصحف، حتى إذا كتبت آية حتى في الكراسة، رد بالك حتى في الكراسة، واحد باش نكتب أنتم مثلا باش تكتبوا لوليداتكم ولا بنياتكم تكتب لها آية في الكراسة وكذا، الأصل أنك تكتبها كما في المصحف، ما تزيد ما تنقص. فلذلك لما كانت كتابة القرآن واجبة كما كتبها الصحابة، ما الذي ينبغي علينا حينها حتى لا نقع في الإثم؟ أن نتعلم علم الرسم القرآني، علم الرسم العثماني، علم الرسم المصحف، علم هجاء المصاحف كما يعني هو
لأن الاسم الأسماء كثيرة التي ذكرها العلماء لهذا العلم. إذن بعد هذا المدخل نجو الآن إلى المذكرة. نظن رانا الآن حطيناكم باللي راه كاين فرق بين الخطوط، ولازم وما دام الرسم العثماني هذا واجب واجب كتابة الآيات على ما رسم سيدنا عثمان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحن نفتح المصحف ونجد فيه أشياء لا نعرفها ينبغي أن نتعلمها، لذلك سنعرف في هذا اليوم بإذن الله تعالى بعضا، أو علم واسع هو علم رسم المصحف، سنعرف شيئا عنه. أقل حاجة نعرف قواعده، هي رسم المصحف عند فيه 6 قواعد سهلة، مش واعرة أو مش علم واعر هذا، فقط نعرفه في 6 قواعد على الأقل الآن أو اليوم إن شاء الله تعالى. عندما نعرف هذه القواعد بإذن الله تعالى من المساء، من العشوة بحول الله، أنا أوعدكم في مصاحب من العشوة لما تحل المصحف يتبدل عليكم المصحف، سيتغير بإذن الله تعالى. تشوف اللي رأي كاين مصابيح قد فتحت بإذن الله تعالى، مش المصابيح كلها لأن كاين علوم أخرى لم تفتح، في حينها إن شاء الله عندما تفتح سيدير المصحف من جديد بإذن الله، لأن النظر في المصحف عبادة. وكم عارفين الإنسان اللي يشوف والحاجة مظلمة شوي التعب لعينيه، مش لازمة، لازمة النور، سيتنور المصحف شيئا فشيئا بإذن الله تعالى. على كل حال نبدأ مع المبحث الأول، تعريف